يا مساء العسل والجمال على كل متابعين واهل اي ار فاميلي. النهارده تحدي جديد، مين يعرفني اكتر؟ انا الحقيقه مش عارف مين يعرفني اكتر. انا مراتي بقى لها سنه والحاج 10 سنين. جاهز يا نجم؟ جاهز. هتشرفني ان شاء الله. طيب اللي هيخسر هيحط دماغه بقى ايه، يبل نفسه بقى ايه بالميه كده ويستحمى ويتروش. هنبدا؟ نبدا. جاهزين؟ جاهزين. ايه اكتر دلع بحبه؟ انت ما تخليها ما تحبوش. ايه اكتر دلع بحبه؟ بطاطا. لا ده كان بيتقالي وانا صغير يا نجم عشان كنت مكلبص شويه. انت بتجي تفضحني هنا؟ هي يا عمو. وبعدين لما صرت تحط دماغكم في الوقت هنتغرق من اولك. ده هو الدلع زمان كان بطاطا. نحط راسك في المايه. حط راسك في المايه. لا انا جاوبت نص الجيب. لا مش هنهزر. حط راسك في المايه. لا حصل. طيب خلاص هنفوت السؤال ده خالص ونبدا من الاول وجديد. بس المره الجايه خلاص مفيش هزار. ايه اكتر اكله حادقه بحبها؟ يا جدعان لا ايه؟ ايوه طبعا مكرونه بشاميل. انت ناسي ماما كانت زمان بتعملها لنا بال ونسافر بيها وبتاع. مكرونه بالبشاميل طبعا. نفذ العقاب. يلا يا نجم. يلا يا عم استحم. نفذ العقاب. بتروش يعني. هو المكرونه البشاميل اللي بتحبها؟ ايوه يا عم. ده جايز تعرف عليه هنا. هو ده مش ابني يا جماعه. ايوه انت ما جاوبتش على ناس. حتى ما بتديش اختيارات يعني. انت حتى مش بتعتسك. انت شارب. يقول لي ده انا اقول كنا بندلعه بكذا. يقول لي ده كان زمان. ما هو كله كان زمان. حط خلاص الحكم. يلا ايه رنوش. يلا يا عم عطار. هو بيحب البشاميل فعلا. ايوه دي اكتر اكله بحبها. اكتر اكله بحبها يا جدعان مكرونه بشاميل. يلا نفذ الحكم. انت مش بتحب اي اكل يا احمد. يلا نفذ الحكم. توكلنا على الله. يلا معلش. يلا الحمد لله. والله الدنيا حر. يلا طيب ايه اكتر فيلم عربي بحبه؟ اكتر فيلم عربي بحبه. انت عمرك ما اتفرجت على افلام عربي؟ كان دايما بيحب افلام احمد حلمي. هو دايما يحب افلام احمد حلمي. الحاج صح. احمد حلمي طبعا. انا فيلم زكي شان انا دخلته في السينما 17 مره. ايوه على اصل انا اللي كنت بدخلهم السينما. أيوة. زمان 17 مره. ده انا كنت حاطط وشي بالطاقه. حط يلا نفذي الحق. يلا المسكره هتسيح. يلا جامد. واشربي. اشرب. لا 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 المسكره هتسيح. مش دعوه. لا 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 خلاص عشان المسخره هتروس. بس كده. بس كفايه. بحب النوم اكتر ولا الخروج اكتر؟ الخروج. انت بتحب الخروج قوي قوي. احمد بيتوتي شويه. نعم احمد بيتوتي شويه. لا احمد بيحب دايما كان يخرج مع الصحاب. يلا حط راسك في الميه. صح برضو احمد يحب الخروج. دايما يا انا من ساعه ما عرفتك بس شفت النكد والقعده في البيت. يلا نفذي. انت مش غاسل الطبق ليه؟ غسله غسله. عندي كام صاحب؟ واحد. محمد يوسف. الله عليك يا نجا. انت قولي. بنزيما. ما هو فاهم محمد يوسف. اصحابك قليلين جدا اصلا يعني. طبعا مفيش غير واحد ولا اثنين. دي كتير. انتوا الاثنين غلط. في اكتر من واحد طبعا. يوسف بنزيما. هيقول اهل اللي على السوشيال ميديا. اهلي وحبايبي ومتابعيني. عندي اكتر من ربع مليون هنا. تبقى انا فاهمك ازاي؟ ايوه طبعا. حبايبي. اروح لعب كوره ولا اتفرج على فيلم؟ لا انت اتفرج على فيلم. مالكش في الكورة قوي يعني. صح. انتوا الاثنين صح. مين أكتر لعيب كورة أنا دايما بحبه جدا؟ أكتر لعيب كورة بحبه. مو صلاح؟ لا. محمد صلاح؟ لا.
ما هو ما احسن محمد صلاح يعني احسن لعيب لك اكثر لعيب انا بحبه وكل اللعيبه مكسحين انت ما تحبش الا محمد صلاح لا لا غلط غلط اكثر لعيب بحبه مصري طبعا انا ماليش قوي في الكور يا نجم يا ابويا يلا مربيني لا هو احمد كان زمان يعني هو بيشجع الزمالك اكتر لعيب بحبه حماده حازم امام لا ما هو ده لعيب قول اختيارات اقول اختيارات ايه يا نجم في ايه بس انت ما كانش ليك في الكوره قوي برضك لا يعني. حط وش حط انتوا اتنين وشكوا بقى انتوا اتنين محدش تقول ايه جبل ده شيكابالا طبعا لا والله ده شيكابالا ده لسه ظاهر حديثا انت عايز من زمان ظاهر حديثا ايه شيكابالا شيكابالا هيعتزل كوره شيكابالا لعيب من زمان ايوه يا عم ده من زمان قوي زمان ايه لزمان فاروق جعفر حسن شحاته حط وشك في الميه وشك في الميه انت وين؟ ده شيكابالا يلا حرام عليك بقى اللهم صل على النبي والدنيا حر طيب السؤال ده صعب شويه ايوه ايه اكتر لون العبد لله بيحبه؟ كحلي والاسود صح كحلي والاسود ايوه لا انا اللي كنت بنزل شكلك مش عارف حاجه حط وشك بالميه يا ابني هو انت هي البنت جاوبت خلاص عشان هي بالكحل والاسود ده بتحبهم ولا بتكرههم عشان انا بعرف ايوه وكم شمس ايه انت مش فاهم احنا بنقول ايه هو بيقول اكتر لون بيحبه يلا عجل ماشي معلش يا نجم انت سقتنا ميه المحيط معلش مين اكتر ممثل بحبه ذكر مصر راجل ممثل ذكر في مصر ذكر ممثل نتايا مين الممثل السقا لا انا سقا بحبه بس لا مش السقا هو ممثل ومغني تامر حسني وكان بيمثل وبيغني لا طبعا هاني سلامة قصدي لا يا جدعان في ايه يا جدعان يا نجم اكتر ممثل بحبه يا نجم اكتر ممثل بتحبه اسماعيل ياسين حد قديم لا جديد جديد عايش عادل امام عادل امام طبعا انت بتحب عادل امام عادل امام يا جدع سؤال سهل جدا مفيش حد ما بيحبش عادل امام انا اللي قلت مراتك ما عرفتش حط يلا يا دخلتنا مسرحيه بودي جارد لعادل امام السؤال ده اللي هيجاوبه اسرع لان أيه. السؤال ده سهل سهل شباب حسسوني ان انتوا عارفيننا يا جدعان ايوه اللي جاوبه بسرعه ايوه افضل مطرب بالنسبه لي تامر حسني طاهر السوري ايوه وعمرو دياب شكلك انت ما جاوبتش ولا سؤال صح ما انت كنت ده انت كنت مدخلنا حفلات تامر حسني تامر حسني حطيتك في الميه يا نجم امال عمرو دياب طبعا عمرو دياب انت امال انت كنت بتدخل انت لازم كنت بسافر وبقعد في الشارع عشان احضر حفله لعمرو دياب جدعان انا ابويا ما اعرفش حاجه جدعان انا واحد بدون اب ركزوا بقى عشان السؤال ده صعب شويه ايوه مين احلى ركزوا يا رب مين احلى شكلا يعني ممثله بالنسبه لي انا اكتر واحده بحب شكلها ياسمين صبري لا واحده اجنبيه مصريه لا مصريه واحدة مصرية دايما البنت اللي شعرها قصير ايوه ياسمين اسمها ياسمين رئيس ياسمين صح اسمي مين ياسمين مين ما تقولي على طول بقول لكم انا بعشقها بحبها يعني ممثلة مثلت مع احمد حلمي ومثلت مع كريم عبد العزيز ومثلت مع احمد السقا جدعان ممثلة شقية كده ودمها خفيف وروحها حلوة بحب شكلها جدا ياسمين عبد العزيز ايه اصلا ممثلتش على ولا واحد فيه لا لا ايه ده انت عبيطة ايه الممثلة تاني منى شلبي يا جدعان منى شلبي منى شلبي يا جدعان انا اعرف ياسمين صبري وياسمين رئيس لا منى شلبي طبعا وقالنا الاجنبي انت بتحب منى شلبي طبعا والله اول مرة ما تعرفش حاجه خالص ما جاوبتش على ولا سؤال طب ماشي مراتي مش عارفه اكتر ممثله بحبها انت مش عارف اكتر ممثله وانا كنت دخلت قلبك
المره الجايه تجيبي اللوفه بقى ونمسحها. طب السؤال ده سهل جدا والله العظيم، سؤال سهل جدا. ايوه. في مطربه اه انا ما اقدرش ما اسمعهاش. شيرين. صح. شيرين. طيب انا عايزك تقول لي اغنيه لشيرين عشان اعفيك من الحب. اه لا شيرين. اغنيه بحبها لشيرين، يعني قول لي اغنيه بحبها لشيرين عشان اعفيك ان انت تعمل الحكم. هي شيرين بتغني تقول ايه؟ لا بتغني والله. شيرين يا نجم. شيرين اه جرح تاني. انت واقف عند سنه 2000 سؤال اعتقد او اعتقد اكيد انتوا الاثنين ما تعرفوش. اكتر فيلم اجنبي بحبه؟ بتاع تشارلز برونسون وتشارلز زيكل. اني راحله وجعلوني مجرما بتاع تشارلز زيكل. تشارلز برونسون وتشارلز زيكل. بتحب الافلام التاريخيه والفروع؟ هو احنا عرفنا العربي لما هنعرف الانجليزي. اكتر فيلم قلت لك الفيلم ده اتفرجي عليه يا رنا؟ اجنبي. ايوه مستحيل افتكر اسمه طبعا. تايتانيك. بس هي اكتريت الافلام اللي هي التاريخيه. تايتانيك ده دخلته كذا مره في السينما. اكتر افلام بشوفها على الحرب العالميه ايوه الاولى والثانيه. اكتر بقى فيلم بحبه يا جماعه اسمه شنايدر ليست. الفيلم ده يعني بس ده قديم. شنايدر البيست ده. لا ده فيلم قديم. اتعشيت يا نيك. ايه اتعشيت لسه نوم نتعشى. طب حط بقى وشك في الميه عشان. طب قول بس غيره. قول غيره. غيره ايه؟ اكتر سناك بحبه. اكتر سناك اه اكتر تعبان. بتحبه انت؟ بتحب الكاشو صح. حط وشك. ما قلتليش على المعلومه دي. نعم كل يوم. يا احمد بيعشق الكاشو. ما قلتليش والله. عم فوق يا بضمير. لا ايه اكتر براند بلبس منه؟ اديداس. بتحب انت تيشيرتات اديداس؟ اديداس صح. اللي بقول له اكتريته امريكان عشان كان عليه عرض بس. بس انا لا احمد طول عمره بيحب. انا على طول بلبس اديداس. اديداس. يلا نفذ. حرام عليك. حرام عليك. خلي الناس تشوف وشك على حياته. أبربر. ايه اكتر اكله فشلت ان اعملها؟ البروست. لا كتير اكلات كتير منها الكنتاكي فرايد تشيكن دي ما عرفتش تجيبها ابدا. ايه احسن اكله بعملها؟ السجق والكبده. ايه احسن اكله بعملها يا نجم؟ قول اكله شد معايا اليوم. احسن اكله انت بتعملها؟ ايوه والله انت ما بتعملش حاجه. كله انا حواوشي بيعمل انا سجق ولا اي حاجه. وكله عك وانا اللي باكله في الاخر وباكله في الاخر. وانا اللي بجامله بقوله زي العسل وهي زي البصل. حط بقى وشك في الاكل. هو انت بتعمل اكله حلوه عشان. حط وشك في الاكل. ايه الاكله اللي انت بتعملها؟ راسي مكرونه بشاميل. انت بتعمل مكرونه بالبشاميل؟ يا نهار ابيض يا نيك. حط وشك انت راسي انت فاقد الذاكره دي. عمل مكرونه بالبشاميل قبل كده؟ لا ولا انا والله. احمد رومانسي ولا لا؟ ابدا. لا لا جاف واسلوبه جاف وملوش مع البنات دي خالص. بس والله طيب. واحنا لا مش رومانسي. مش رومانسي. مش رومانسي. مش رومانسي خالص. ده انا رومانسي عنه. ايوه انت شاعر. البس كاجوال ولا كلاسيك؟ لا انت بتحب الايه؟ الكاجوال. كاجوال؟ لا انت بتقول ايه هناك؟ الكاجوال. لا معروف عنك. لا حط وشك. لا انت معروف عنك. لا حط وشك في الميه. لا انت خسرت. الكاجوال اكتر بلد نفسي اسافر. امريكا. امريكا هو جوه. عشان تزور عمك فخر وانا رايح معاك عشان حاجز واحده امريكيه. اوه ان شاء الله. لا وريني. لا 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 ما تكبتش الزباله كده كده كده. انت كده كده ظلم. كده انت ظلم. والله كده ظلم. كده حط وشك يا شيخ. طلعي وشك جامد عشان خاطر امريكا عشان تحب. تقديري في الجامعه امتياز مع مرتبه الشرف وطلع من الاوائل في الجامعه. ايه اكتر نوع عربيه نفسي اجيبها؟ انت بتحب الحاجه الياباني. انت مش ابويا يا نجم. انا بقيت حاسس انت مش ابويا.
يلا بينا على الطبق. قول اختيارات. طيب اودي بي ام مرسيدس. مرسيدس صح. يا الو انت عايز تجيب مرسيدس؟ ده انت تبيع ابوك هدومه يا ابني عشان تجيب. نفسي اجيبها يعني ان شاء الله. حط وجهك في الميه. ده انا اول ما اتسحبت اجيب المرسيدس دي. يلا حط وجهك في الميه. هو قال لك عايز يجيب مرسيدس؟ ده عنده بترتب يجيب المرسيدس دي. لو الفيلم نزل في السينما على طول لازم اخشه في السينما ولا بستنى لما ينزل على التلفزيون؟ لا لا اخش في السينما. لا لما بينزل على النت. ايوه انت كيف سينمات. لا العصير اللي على الطبق. يا الطبق على الطبق يا يا عبد الحاج على الطبق يا عم. انت كنت هرينا السينمات على الطبق يا عم الحاج. ما عادش في فلوس خلاص انا ايه يعني. اخر سؤال معانا بس يكون حاجة واقعية واحنا عايشين. حاجة واقعية وانت عايشة وبتشوفها. تقول لي هجيب عربية مرسيدس. انت وانت بتفكر في المرسيدس. خلينا بقى نطفي وحينك. طيب اسألك سؤال مهم جدا. قول. مقاس جزمتي كام؟ اسكتي بقى. 42 43 صح. برافو عليك. ايوه. برافو عليك يا نجم. ايوه كده ابويا نجم. لان ما كنتش اديك الا بالجزمة. عارف مقاسها عشان بمسك الجزمه. ايه 43 خد على دماغك يعني. يلا حطي بقى وشك في الميه. يلا ودعي الميه. اخر سؤال غطسوني. ده وش رنا يا جماعه. ايوه ايه رايكم؟ ها انضحك مين ده؟ اخويا شلبي. مين ده يا جدعان؟ ياه ده المكياج بيغير الواحد جامد قوي يا عمو. طيب يا شباب دي كده الاسئله اللي احنا جمعناها. ايوه واعتقد ان الحاج ما يعرفش عن اي حاجه ولا اي حاجه. لا ابني ومتبرم منه. ويعني ما اعرفش غير مقاس جزمتي عشان كان بينضرب بالجزمه. ولو عايزين نعمل فيديوهات تانية ما تنسوش تعملوا لنا ايه؟ لايكات كتير. اللي هيعمل لي لايكات كل مره هغرق نفسي عشان عشان انا معرفش عنه اي حاجه. ده كان يوم ازو يوم هنا اهو انا بالليل. السلام عليكم.